I know you're already dealing with a strong one, but this rumor that كيف الحال؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله انكم بخير وانتم تشوفون فيديو اليوم. سو فيديو اليوم بما انه كثير منكم طلبوني اني انا اصور كذا فيديو اليوم عادي، باخذكم معي اليوم بما اني كذا في كم شيء اسويه اليوم هذا تحديدا. بعد الفطور باخذ فيتامين شعري اللي هو هذا، شوفوا ما بقى منه شيء، وباخذ فيتامين د. هذه جرعة أسبوعية استخدمها بالأسبوع مرة، حتى هي ما شاء الله قربت أخلصها. ما أعرف إذا اليوم بروح النادي ولا لا، بس أحس إنه ما ودي لأن جسمي مرة يألمني وأحس إني مرة مكسرة، فودي اليوم أرتاح صدق، وودي أجهز وكذا يعني فهمت، وأبغى يكون فيني طاقة لليوم، لأن لو أتمرن أحس كذا يجيني نوم بعد التمرين ما أدري ليش. خليني أقول لكم اليوم وش بنسوي. بنروح الصالة وبسوي أظافري في شكل في بالي، يعني مو شكل عاد بس إنه يعني بوريكم بعدين، وبعد راح أطلع مع صديقتي هذه كانت مسافرة عشان كذا بداية الإجازة ما طلعت معاها، فالحين بطلع معاها. بنروح ورشة أو كلاس أو اللي أنتم تسمونه، كله كذا بس بنات، وبنتعلم نسوي شيء جايز، بنتعلم نسوي جلوسات، فمرة متحمسة للورشة هذه، وإن شاء الله إنكم بتكونوا معي بعد. روح وين أروح؟ روح النادي؟ يلا. وصلت النادي، حطيت أغراضي باللوكر، بروح أشحن جوالي، ما في شاحن، ونتمرن. والله عفشي واجد. خلصت تمرين، نزل كذا اتمشى تحت شوي وبرجع البيت. نزلنا نتقهوى انا وماما في هذا المكان، مرة يجنن حلا. اخذنا تشيز كيك التمر السعودي مع كراميل، مرة لذيذ بنات. One hour later. Hi guys، رجعت البيت، بدلت هذا بشيله بس الحين مبدئيا بلبسه. بروح أول شيء بيت جدة بتغدى معاهم، بعدين بطلع على الصالون، بعدين بطلع مع صديقتي، فما أظن يمديني أحط ميك اب، فباخذ الحين الميك اب حقي كذا بشنطة وبجهز معاكم. بختار عبايتي، بختار شنطتي، يلا.
بعدين نام، بعدين شوفي، بعدين اطفي النور. بعد الغداء يلا اخذت لي قهوه والحين وصلت الصالون. بنزل انا وديما. ديما تيجي معايا؟ يس. اوكي بوريكم الحين الالوان اللي اخترتها. يا اما بحط هذا بنات او بحط هذا اللون. اوكي او بسوي فرنش فبحط هذا الابيض. او ماي جاد خايفه يطيحت. فان شاء الله يطلع حلو لاني ما قد سويت ولا شيء باظافري، دايما بس الوان ساده. فان شاء الله يطلع حلو. خالتي اللي جاية تاخذني. خلوني اوريكم اظافري كلبوسي. والله طالت شوي بس هي يعني كذا ترى حجمها صغير من الله. بس كيوت مرة كيوت. جايز تخيلوا شفنا عجوزة في نص الطريق. توا واحدة كانت معاها وشردت، اظنها عاملة. شوفي خايفة مسكينة. فبنروح الحين نشوف شو السالفة. شوفوا توني شايفة نورة. شوفوا جابت لي من سريلانكا. كيوت مرة. ودخلنا على نورة. شوفوا رسمنا. شوفوا تحطون هنا معنى اسمكم وهنا التخصص او ايش تسوون في الحياة وزي كذا. سو هذا حقي وهذا حق نورة. شوفوا رسمنا. كأني هذا اللي من باص بدي. جايز شوفوا هذا لوني وهذا لون نورة. حطينا نفس اللون بس انا نفس اللون. كنا قاعد صورين. يدي ضيف الحين. بحط من هذا الزيت للجلوس كذا بس عشان يكون يعني رطب. قصيت مرة كثير. او ماي جاد. جايز الحوسة اللي صارت ما قدرت أصور كثير بس هذا اللون اللي سويتها وهذا اللون حق نورة. ايش رايكم؟ شوفوا في واحدة توني تعرفت عليها اسمها هند. شوفوا بوريكم الألوان اللي سويتها. شوفوا سويت هذا الشفاف، سويت هذا مرة كيوت البنت ترى. هلو توني راجعة بس خلاص كذا بلمعة في شيء وأبدل. جايز وريكم إياها بس كيوت. خير إن هذا هي مجمعتها من البحر.
تخيلوا جمعتهم يعني احطها كذا ذكرى فهمتوا. مره كيوت نوره صدق اليوم مره انبسطت وتعرفت على البنات وجلست مع البنات وسولفنا وردي كانوا اللي مسوين الدوره بنات من البحرين مره استانس معاهم وحس ودي بعد اروح اكثر من مكان زي كذا مره وناس الصراحه. فان شاء الله انكم انتم بعد انبسطتوا معي في هذا الفيديو وان شاء الله اشوفكم بالفيديوهات الجايه. باي.